أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فتح باب التسجيل لجائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم في دورتها 26 للراغبين بالمشاركة في المسابقة اعتبارا من يوم الأربعاء 1 سبتمبر المقبل، وذلك برعاية كريمة من لدن جلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه. وفي نشرة سابقة أشار السيد عبد الله عبد العزيز العمري مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أشار إلى أنه سيتم تنظيم المسابقة هذا العام بشكل كامل عن بعد. المسابقة أمضت الآن ربع قرن من انطلاقتها في سنة 1996، واستمرت هذه الجائزة تحيا بالتحظى بالدعم الكريم وبالمتابعة المستمرة من القيادة الرشيدة ومن الحكم الموثرة، وتسخر من أجلها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف التعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الكثير من الإمكانيات والكثير من التسهيلات. وهذه المسابقة بدأت صغيرة في عدد المشاركين وفي عدد الفروع المتاحة للمتسابقين، وكانت مقتصرة في الدورة الأولى منها على الذكور فقط، وتطورت هذه المسابقة من 56 متسابق في دورتها الأولى في 3 فروع إلى أن وصلت اليوم إلى جائزة تحمل أو تظل تحت مظلتها 6 مسابقات منفصلة، وهذه المسابقات تظل أو تتفرع إلى عدة فروع، ويزيد عدد المتسابقين فيها عن 3000 و 4000 متسابق ومتسابقة من مختلف الأعمار. هذه الدورة 26 قررت اللجنة الدائمة للجائزة أن تكون أن تنظم عن بعد في كافة مراحلها، ويعني إدارة شؤون القرآن الكريم يعني اكتسبت خبرة جيدة منذ بدء هذه الجائحة في تعليم القرآن الكريم على البعد بصدور يعني تعميم معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لتنظيم التعليم عن بعد في المراكز والحلقات القرآنية. وهذه الخبرة التي كونتها الإدارة خلال الفترة الماضية منذ بدء الجائحة تؤهلها الآن لإدارة المسابقة بشكل متكامل عن بعد.